السلام عليكن ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا تغيبتن عن الدراسة؟ أنت يا حياة النساء لماذا تغيبت؟ أصيبت بزكام شديد. بما تشعرين الآن؟ الحمد لله أنا بخير. وأنت يا فرحانة لماذا تغيبت؟ شعرت بألم شديد في أسناني. بما تشعرين الآن؟ الحمد لله أنا بخير. وأنت يا جلفة لماذا تغيبت؟ شعرت بصداع شديد في الصباح. بما تشعرين الآن؟ الحمد لله أنا بخير. وأنت يا ياسمين لماذا تغيبت؟ شعرت بألم شديد في حنجرتي. بما تشعرين الآن؟ الحمد لله أنا بخير. وأنت يا عينة لماذا تغيبت؟ شعرت بألم شديد في بطني. بما تشعرين الآن؟ الحمد لله أنا بخير أيضا. وأنت يا جنة لماذا تغيبت؟ شعرت بألم شديد في الصدر. بما تشعرين الآن؟ الحمد لله أنا بخير. الحمد لله كلنا بخير، نتمنى أن تدوم صحتنا. آمين.